بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا شباب رح نحكي عن آخر موضوع عندنا بشابتر 6، وهو عبارة عن الانبوت اوتبوت بروجرام. الآن لو طلبت منكم أنه من نكتب بروجرام، هذا البروجرام بفوت لي كاركتر ماشي وبيخزن لي إياها بالذاكرة. أوكي، فإيش رح يكون الكود تاعنا؟ أوكي، رح يكون كالتالي. الآن احنا زي ما بنعرف انه ما بنقدر نستخدم الانبوت ستيتمنت، لانه ممكن الكاركتر تبعي يكون انا فاليبل شيء، يعني يكون غير متوفر. وبالتالي قبل ما اعمل انبوت جمله انبوت، وهي هي عباره عن الستيتمنت اللي راح تقرا لي من الانبوت ريجستر وتحط لي اياه بالاكيوميليتر، لازم نتاكد ان الانبوت ريجستر فيه فاليد داتا. اوكي، وبالتالي لازم ايش نعمل؟ لازم نعمل ونفحص الانبوت فلاج. فبالتالي راح اقول له اس كي اي، هاي بتفحص لي الانبوت فلاج. اذا لقت الانبوت فلاج 1، يعني الانبوت ريجستر في قيمه، يعني دخلوا قيمه جديده، راح نعمل سكيب عن الجمله اللي تحتيه ونيجي وين؟ على الانبوت اللي راح تحط لي الانبوت ريجستر وين؟ بالاكيوميليتر. طب اذا الاس كي اي قيمته صفر، راح نضل ايش؟ نفحص الفلاج تاعيتنا. فبالتالي شو راح اقول له هنا؟ راح اسمي هاي، او اعطي هاي ليبل اسميها CSIN. اوكي، واقول له هنا لوب او برانش ان كونديشن بان، اللي هو برانش ان كونديشنالي لوين؟ للاس اي ان. اوكي، الان مره ثانيه الاس كي اي بتفحص الانبوت فلاج، اذا الانبوت فلاج صفر مش راح تعمل سكيب، وراح تيجي لهون برانش ان كونديشن للسي اي ان، هاي راح تطلعه للسي اي ان، راح يعنيته راح ترجعه لتنفيذ هاي الجمله الاس كي اي. فبدل الله ينفذ الاس كي اي ما دام الانبوت فلاج صفر، ما دامه مش راح يعمل سكيب، فبالتالي راح يضل ينفذ البرانش ان كونديشن اللي راح تظلها ترجعه للاس كي اي، لجمله السكيب ايش؟ الاس كي اي. اوكي، اذا الان لما الانبوت فلاج تاعي يصير 1، يعني اجى انبوت جديد على الانبوت ريجستر. اوكي، الان هذا الانبوت بفوته وين؟ على الاكيوميليتر. فمباشره الاس كي اي اذا وصلناها وكان بالانبوت فلاج 1، مباشره هاي الجمله راح تتحقق، وبالتالي راح الان تعمل سكيب عن هاي الجمله، وبالتالي راح الجمله اللي بعديها راح ننفذها هي الانبوت. فبالتالي الانبوت الان بتيجي تقرا الانبوت ريجستر وبتحطه وين؟ بالاكيوميليتر. اوكي، اذا الان بعد الانبوت راح الاقي ايش؟ القيمه تاعيتي موجوده. فاذا بدكم نعمل اوت مشان نطبع مثلا، شلون احنا لما ندخل على الكيبورد بيطلع على الشاشه قدامي، فممكن هاي نحطها. فبالتالي هون بقول له اوت. اوكي، يعني مجرد انه تست نفحص الكاركتر مشان ينطبع، مثلا مشان نطلعه على الاوتبوت ديفايس. وبعدينك ايش بقول له؟ بخزن ستور الاكيوميليتر. اوكي، وين؟ بالسي اتش، اللي هو بالكاركتر. تمام، والسي اتش بده يكون عباره عن هيكس او ديسيمال، مش مشكله، لفاليو معينه مثلا زيرو. وبالتالي الان الكاركتر اللي فات راح وين يا شباب؟ يتخزن بالسي اتش. اوكي، وبالاخر جمله راح تكون عباره عن جمله الهالت عشان نوقف البرنامج. تمام، الان يا شباب زي ما بتلاحظوا هون هذا عباره عن بروجرام، هذا فعليا بيعمل سي ان للسي اتش. فاحنا بالهاي ليفل لانجوج لو بدنا نكتبه راح نعمله سي ان. اوكي، اللي هو السي اتش. اوكي، سيمي كولن. الان الكود اللي امامنا الموجود الان بالسلايدات هذا عباره عن نفس الكود تبعنا، وزي ما حكينا هذا هو عباره عن كود فعليا يا شباب بيعمل انبوت 1 كاركتر وبخزن لي اياه وين؟ بالسي اتش ار. اوكي، بفاريبل، يعني بخزن لي اياه بفاريبل موجود وين؟ بالذاكره. تمام، الان لو بدنا نعمل اوتبوت، يعني لو انا بدي اعمل اللي هو سي اوت على سبيل المثال لكاركتر معين مثلا للسي اتش ار. اوكي، كيف ممكن نكتب هذا الكود؟ اوكي، بكل بساطه عند السي اتش ار خلينا الان نكتبه. اوكي، راح يكون عندي سي اتش ار هو عباره عن فاريبل مخزن وين؟ بالذاكره. فراح نخزن قيمه معينه، هاي السي اتش ار هي اللي ايش؟ اللي راح نوديها على الاوتبوت ديفايس.
اوكي، سواء على تير يعني على سواء يعني على برينتر على شاشة إلى آخره. فبالتالي لو قلنا مثلا بالهكس عبارة عن 57 بالهكس، لهذا ايش بيمثل لي؟ هذا بيمثل لي شباب عبارة عن الحرف الدبليو، اوكي، الاسكي فاليو للدبليو. اوكي، فبالتالي لو هذا بدنا نطبعه مثلا او بدنا نوديه على ايش؟ على اوتبوت ديفايس. اوكي، فالان اوكي المفروض الان بدنا نوديه على اوتبوت ديفايس، فبكل بساطة بنقول له اوت. فبالتالي الاوت اول شيء بنحمل السي اتش ار على الاكيوميليتر، بعدين بنقول له اوت. فاول خطوة اذا عبارة عن لود اكيوميليتر لمين؟ للسي اتش ار. هاي راح تروح تلود لي 57 وتحط لي اياها وين؟ بالاكيوميليتر. تمام، هاي اول خطوة. الان لو اقول له اوت مباشرة راح يودي للاكيوميليتر وين؟ على الاوتبوت ريجستر اللي اصلا مشبوك مع الاوتبوت ديفايس. بس السؤال تاعي شو بضمن لي انه الاوتبوت ريجستر انه مش مشغول وبعده في معلومات سابقة مستغلة او يعني معلومات سابقة موجودة؟ اوكي، فبالتالي شو لازم اعمل؟ لازم افحص اذا انه ايش؟ اذا انه الاوتبوت ريجستر بدي اتاكد انه فاضي قبل ما اعمل له اوت. فبالتالي لازم اعمل اسكي او، بعدين بقول له برانش ان كونديشنالي للوب، او خلينا نقول له لاوت على سب او لس لا مثلا خلينا نقول ل سي او تي، هيك بدي اسميه. وهون السي او تي راح تكون بجنب الاسكي او. تمام، الان هاي الجمله شو راح تظلها؟ راح تفحص لي الايش؟ الفلاج اللي هو الاوتبوت فلاج، راح تظلها تفحص لي اياها. الان ما دامه الاوتبوت ريجستر في معلومات سابقه وبعده مشغول، ما دامه هاي راح يظل الاسكي او مش راح تتنفذ، والبرانش ان كونديشنالي راح تظلها تعملها تشيك بشكل دائم. الان مجرد ما الاوتبوت ريجستر فضي، اوكي، مباشره الاسكي او راح تتحقق، وبالتالي راح تعمل جمب. الان شو بنيجي احنا بنعمل اوت؟ فبنيجي بنقول اللي هو بايت موجود بالاكيوميليتر اللي هو راح تكون 57، وتروح وين؟ على الاوتبوت ريجستر. وبعدين شو بقول له يا شباب؟ بقول له هالت عشان نوقف البرنامج بتاعنا. وبالتالي الكود تبعنا راح يكون هذا، هو عباره عن الكود تبعنا نفس الكود الموجود عندنا. عملنا لود اكيوميليتر بالسي اتش ار، فاجت ال 0057 اللي بتمثل الاسكي تاعت الدبليو كابيتال، وتحط لي اياه بالاكيوميليتر. الان بعدين هذا الكود اللي موجود هون بظل يفحص اذا انه الاوتبوت ريجستر فاضي او لا. اذا الاوتبوت ريجستر فاضي، اوكي، رايحين الاسكي او تتحقق، فراح نطلع لهون ونعمل له اوت. فالموجود بالاكيوميليتر اللي هو 0075 راح يروح على الاوتبوت ريجستر، طبعا راح يتحمل به فقط ال 57 لانه هذاك عباره عن 1 بايت، وين تروح؟ على الاوتبوت ريجستر تاعنا. تمام، اوكي. اذا الاوتبوت ريجستر كان ملان، هاي الاسكي او بتظلها دائما ايش؟ باللوب تبعيت نهايه لحد ما يفضى. وبالتالي بعد هيك يا شباب، بعد ما عملنا اوت طوالي بنعمل هالت، فراح يوقف البرنامج تبعنا. وبالتالي هذا الكود يا شباب هو عباره عن بروجرام بيعمل لي اوتبوت للسي اتش ار اللي هي فعليا هون عندنا بهذا البرنامج مخزن فيها اللي هو دبليو كابيتال. اوكي الان يا شباب طلع. الان لو قلت لكم بدنا نكتب سب روتين بيعمل لي انبوت لتو كاركترز، اوكي، يعني لتو بايت، اند باك انتو ا وورد، وبحط ايش داخل وورد. تمام، فبدي اكتب سب روتين هيك بيعمل. تمام يا شباب، الان بدنا نكتب السب روتين تاعنا، ف خلينا نشوف كيف بدنا نكتب هذا السب روتين. تمام، زي ما بتعرفوا انتو بدي اعطيه الان اسم، فبقول له انتو، ماشي، هيك بدي اسميه انتو. فبالتالي هذا بيعمل لي انبوت تو كاركتر، هيك تسميته. وزي ما بتعرفوا دائما اول وورد فيه هاي بنحجز فيه وورد مشان يتخزن فيها مين؟ ريتيرن ادرس. تمام، الان بعد هيك بدنا ندخل ايش؟ الكاركتر الاول. فبالتالي بسمي الان سي اتش 1. طيب زي تونا ما كتبنا الكود سي اتش 1، هذا الكاركتر الاول اللي بدنا ندخله. اذا اول شيء بدنا نعمل اس كي اي شباب،
بعد ما نعمل الاس كي اي الخطوه اللي وراها شو بنيجي بنعمل؟ بنعمل برانش انكونديشنالي لوين؟ للسي اتش 1. بعد ما نعمل برانش انكونديشنالي لهاي السي اتش 1 الخطوه اللي وراها شو باجي بعمل؟ بعمل لان هاي بدها تضمني انه الانبوت ريجستر الان في الداتا، وبالتالي بس اضمنها بعمل ايش؟ انبوت. ممتاز، معناته راح يفوت هذا الكاركتر وين يتخزن يا شباب؟ بالاكيوميليتر. اذا الاكيوميليتر تبعنا اوكي راح يتخزن الكاركتر في وين؟ هون راح يدخل من الانبوت ريجستر ماشي اوكي، ويتخزن بالليست بايت بالمين؟ بالاكيوميليتر. تمام، اذا بدكم نطبعه كتستنج اوكي على التيرمينال بصير، يعني هون اعمل له اوت، واذا بدون ما في مشكله. تمام، خلينا نقول له احنا اوت مشان هذا الكاركتر او هذا الجزء اوكي اللي هو من الاكيوميليتر ينطبع وين؟ على الشاشه، على التيرمينال. تمام، لما حطينا هاي الاوت ما في مشكله الان اوكي. فبالتالي هذا الكود معناته راح يضمن لي انه اقرا اول كاركتر وين يتخزن يا شباب؟ بالاكيوميليتر تاعي. طب لحظه، هسا بدي ادخل ثاني كاركتر، فشو لازم اعمل؟ فباجي يا شباب بمسك هذا الكاركتر تاعي وبزيحه لوين؟ لا، وبحطه بالجزء الموست سيجنيفيكنت بايت من وين؟ من الاكيوميليتر. معناته كل البايتات اللي في بالاكيوميليتر بدي اعملهن شيفت كم مره؟ بدي اعملهن شيفت 8 مرات. احنا اذا ذاكرين مره كتبنا سب روتين اسمه اس اتش 4، هذا كان بيعمل لي شيفت 4 مرات لوين؟ للليفت لليسار. فلو استدعيه مرتين هذا اوكي، طبعا كيف بنستدعيه؟ بنقول له بي اس اي برانش اند سيف ادرس، هاي عباره عن الكولينج، وبقول له ايش اسمه؟ اس اتش 4. هذا اول استدعاء راح يحرك لي الاكيوميليتر اوكي، راح يحرك لي الاكيوميليتر 4 بتات باتجاه وين؟ اليسار. كمان لو استدعيته مره ثانيه بي اس اي اس اتش 4، هذا راح يحرك لي كمان الاكيوميليتر تاعي، هذا سبروتين اللي كتبناه سابقا، بحرك لي كمان الاكيوميليتر تاعي 4 بتات الى اليسار اوكي الى اليسار. وبالتالي راح يكون البي اس اي اس اتش 4 والبي اس اي اس اتش 4 هذا بالمجمل راح يحرك لي الاكيوميليتر 1 كاركتر او 1 بايت الى اليسار. وبالتالي معناته محتوى الاكيوميليتر تاع اللي كان هون اوكي، لما عملت بي اس اي اس اتش 4 بي اس اي اس اتش 4 راح ينتقل هذا المحتوى لوين؟ للموست سيجنيفيكنت بايت بالاكيوميليتر تاعنا. اذا الان اللي بالليست سيجنيفيكنت بايت انتقل للموست سيجنيفيكنت بايت، وبالتالي الكاركتر السي اتش اللي دخلناه على الاكيوميليتر تاعنا هون اوكي، هذا البايت اللي اجى هون الان انتقل من الليست بايت وصار الان بالموست بايت. تمام، الان شو بنيجي بنعمل؟ الان بنيجي بنقرا الكاركتر الثاني او البايت الثاني، وين بنخزنه الان؟ بنخزنه بالاكيوميليتر، فراح يتخزن بالاكيوميليتر. بهيك بصير عندنا الكاركتر الاول اللي دخلناه راح يكون مخزن بالاكيوميليتر بالموست، والكاركتر الجديد راح يصير ايش؟ بالليست. وبالتالي الان شو باجي بعمل؟ بقول له سي اتش 2 اوكي اس كي اي، هذا الكود مشان نتاكد ان الانبوت ريجستر فيه بايتات اوكي. اذا ما في بايتات بده يظل يعمل برانش انكونديشنالي لوين؟ لسي اتش 2 اوكي، بده يظل هون يتاكد يفحص الفلاج الانبوت فلاج، ما دام الانبوت فلاج ما دام الانبوت ريجستر ما في ولا داتا، بالتالي بده يظل هذا يفحص ايش؟ الانبوت فلاج. الان اذا الانبوت ريجستر تعبى بداتا جديده طوالي، معناته راح نطلع من هاي اللوب، فراح نعمل ايش؟ احنا انبوت. مجرد ما تنفذت الانبوت راح يبعث لي الانبوت ريجستر اللي هو اكيد 1 بايت اكيد، وراح يخزن لي اياها وين يا شباب؟ بالاكيوميليتر تاعنا. فالانبوت ريجستر تاعنا راح يتعبى وين؟ بعد ما تتنفذ هاي بمين؟ بالليست سيجنيفيكنت بايت تبع الاكيوميليتر. تمام، الان اذا بدنا نطبعه بنطبعه اوتبوت
اوكي، لكن احنا بهاي الحاله يا شباب الانبوت ريجستر تاعي دخل بالاكيوميليتر. الان شو صار بالاكيوميليتر؟ صار بالاكيوميليتر في تو كاركترز، الكاركترز الاول هذا هون موجود بالموست، والكاركتر الثاني اللي هو الجديد دخل وين؟ بالليست. وبالتالي احنا قرانا تو كاركترز وعبيناهن وجمعناهن ب 1 وورد اللي هو وين؟ بالاكيوميليتر. تمام، هيك بكون عبيناهن، يعني قرانا الكاركتر الاول ماشي، طبعا راح ينقرأ بالاكيوميليتر، وبعثناه وين؟ على الموست بايت بالاكيوميليتر. بعدين قرات الكاركتر الثاني تلقائي راح يتعبى بالليست، وبالتالي هيك بكون جمعنا تو كاركترز مع بعض ب 1 وورد وحطيناهن بالاكيوميليتر. الان خلص السبروتين تبعنا، ما بقول له هالت، هذا سبروتين نستدعيه اوكي، وبالتالي هو بيعمل ريتيرن، وبالتالي اخر جمله راح تكون برانش ان كونديشنالي لوين؟ للان تو ايش؟ اندايركت، مشان يرجع للمكان اللي اجى منه، وبالتالي هذه هي عباره عن جمله الريتيرن. اذا يا شباب هذا هو عباره عن سبروتين بقرا لي تو كاركترز وبجمع لي اياهن بورد وبحط لي اياهن بالاكيوميليتر. اوكي، لكن بس كملاحظه يا شباب البي اس اي اس اتش 4 اوكي هذا احنا كتبناه سابقا اوكي، وبالتالي هو موجود عندكم، ارجعوا شوفوا الكود تاع هذا السبروتين، واحنا الان هون استدعيناه. هذا السبروتين يا شباب بيستقبل القيمه اللي بدي يعملها شيفت اربع مرات اوكي، شيفت ليفت اربع مرات، بيستقبلها من خلال الاكيوموليتر اوكي، ونفس وبالتالي اوكي، وبالتالي احنا عبينا الاكيوموليتر بقيمه الكاركتر الاول من خلال الانبوت، عبت لي الكاركتر او البايت حطت لي اياه بالاكيوموليتر، وبالتالي البي اس اي راح تاثر على محتوى الاكيوموليتر، وبالتالي فعليا احنا مررنا مررنا للباراميتر تاع البي اس اي، مررنا له قيمه القيمه من خلال طبعا مين؟ الاكيوموليتر، لانه هذا بيستقبل الباراميتر من خلال الاكيوموليتر وبيعدل كمان على الاكيوموليتر.